الفكرة اللي حبيت ندير بها مدخل أنا طبعاً الآن ترهونة مخطوفة، الشرق مخطوف، نبي نعرف الرجل هذا اللي ماشي بينا وين ماشي بينا، نبي نعمله يعني تاريخ الرجل هذا. هذا الرجل جاء انقلب على الملك، انقلب على القذافي سيدة، اشتغل معاه انقلب عليه، مشال الجبهة الوطنية انقلب عليها، أخش على عواقير انقلب عليهم، انقلب على شو اسمه هذا الشباب اللي كانوا معاه، انقلب على البرعسي، وانقلب على يعني ما فيش حد اشتغل معاه إلا انقلب عليه. قضية أن المشروع الآن المطروق أن في قفزة، وقفزة عالية جدا، يعني أهلنا في ترهونة مخطوفة، ترهونة بلد فيها رجال عقلاء لا يمثله هذا المعتوه اللي راح، اللي راح حج إذا كان رجل عاقل، هذا اللي توه كان يتكلم باسم ترهونة الأيام الماضية، شو اسمه هو راح من اسمه الفاندي، الفاندي. هذا الرجل يعني إنسان راح حج لإسرائيل إرضاء لسيدة القذافي، من جنون القذافي، إنسان مش عاقل. نعم. هذا لا يمثل ترهونة فيها رجال يعني هو من المجموعة التي قامت بزيارة زيارة القدس أيام القذافي، طلع قرار نعم نكاية في السعودية، فرجل مش عاقل. ترهونة فيها رجال عقلاء، وخط العودة ما زال ترهونة ترجع لأرض الوطن وفيها عقلاء. نحن لا نريد دم لهذا الوطن، يعني أي إنسان يحرض على الدم، الرجل هذا يحرض على الدم. نفس العملية في الشرق، أنا أناشد أهلنا في الشرق وأناشد أهلنا في ترهونة. الموضوع كل مرة الآن وضعهم هم يزداد صعوبة، الرجل هذا يغامر بالكل. أول عملية قام بها هو الآن وضع ترهونة في خط النار، يعني هو تنازل على ترهونة، قال لك أنا عطوني كرسي، يعني عطوني منصب عسكري وأنا سننسحب. بس ننسحب شنو؟ نخلي ترهنا، نخليهم يذبحوا الجماعة اللي تحالفوا مع جماعة الكانيات، باعهم بيع رخيصة أخرى، مش بمنطق ولا بعقل. فالآن يحاولوا يقولوا شن كاتبين، لقيت تعليقات قالوا صحيفة شرتها، صحيفة شروها الإخوان. أي صحيفة تمثل اليسار الفرنسي، تعني الحرية ولا تمثل الحرية؟ هذه صحيفة من الصحف العريقة في فرنسا كتبت هذا المقال، وعلقت على أن هناك خط، الرجل يبحث على قناة، يبحث على أن يكون عنده دور بس يقفز، لأنه عرف أن كل أوراقه نفذت. والرجل رجل أشكل، ما في إنسان تحالف معه إلا كلها يابسة. أسكروني الرجل هذا وين ماشيين الناس، وين متسجدة، فاقدين عقلهم، سحرهم، انجنوا. الرجل أنا ذكرني بعبد الجليس سيف النصر، عبد الجليس سيف النصر اللي تحالف معه علقت رؤوسهم وقطعت في 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 أسوار طرابلس. الرجل نهايته كانت سيئة، وأن توقع حتى هذا الرجل اللي دخلنا في حمام دم، عبد الجليس سيف النصر دخل ليبيا في حمام دم وخلط الليبيين تخليطة مش عادية، 12 سنة ليبيا في دم. في النهاية لما حاصروه طلع جبان، فتح الخاتمة متاعه وخذ سيانيته ومات منتحر.